يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اليوم احنا في شابتر 3. قلنا هذا اللي هو عنوانه Choosing a Research Project، اختيار البحث. مرة أخرى، هذا الكتاب مرتب العملية مثل تسلسل، يعني بالضبط هسه احنا مرحلة انه الطالب خلص امتحانات السنة التحضيرية والمطلوب منه انه يختار بحث. هذا الاختيار الاولي اللي يسبق مرحلة شنو؟ مرحلة كتابة البروبوزر. زين، فاحنا مو يعني كأنه ماشي، يصير مو يصير اختيار اولي بعدين تاخذ فترة تروح تقرأ وبعدين تكتب البروبوزر. الاختيار الاولي مناقشه بشابتر 3، الفترة اللي تروح تقرأ بيها وشلون تقرأ وش تقرأ وين؟ بشابتر 4. كتابة البروبوزر شابتر 5. واضح التسلسل؟ زين، فيقول هنا احنا راح نناقش امور بهذا الفصل. اول امر انه قرار اختيار البحث هو قرار مهم، فراح يناقش importance for the choosing of a research project. وبعد المسألة الأخرى يناقش ال consequences for the choosing of research project، يعني يناقش أهمية الاختيار وتبعات وعواقب هذا الاختيار. فراح يبدي يتكلم عن من عن before you choose a research project، قبل لا تختار بحثك شنو الأمور اللي لازم تخليها بنظر الاعتبار. أول يقول أول مسألة لازم أنت تختار بحثك وأنت مخلي بنظر الاعتبار الفترة الزمنية اللي عندك، يعني لا تختار بحث من البداية أنت تعرف أنه ما راح تقدر تغطي. فأول مسألة قضية الفترة الزمنية، وهنا طبعا يتكلم يقول بالنسبة للأندر جراجويت، لأن قلنا هالكتاب مكتوب أنه يساعد في اختيار وكتابة البحث سواء للأندر جراجويت أو للبوست جراجويت. يقول للأندر جراجويت أنت عندك سنة، هي نفس السنة الدراسية مع صف رابع لازم تنجز بها بحثك. بالنسبة للماجستير الفترة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات. طبعا إذا هذا الكلام على الفترة كلها، يعني السنة التحضيرية وفترة البحث، فهذا الكلام صحيح. يعني احنا فعلا عندنا الماجستير أقل شيء ينزل يصير سنتين، إنه الطالب ما يحتاج تمديد، وأقصى شيء إنه يأخذ التمديدين 6 شهور ب6 شهور، فش قد يصير؟ 3. بالنسبة للطالب الدكتوراه سنة تحضيرية وسنتين فترة بحث أصلية، فش قد يصير عدة المدة؟ 3 سنوات. قد يطوه تمديدين فأقصاها تصير 4، وجاي يقول لا بالدكتوراه حتى توصل إلى 6 سنوات. تمام؟ زين. الآن يقول ال consequences for choosing a wrong project، يقول إذا أنت يعني ما كنت موفق في اختيار بحثك فشيء أثر عليك. يقول بالنسبة إلى طالب صف رابع عادة يأثر على درجتك، ولو تأثيره تدرون كلش قليل لأن علي وحدتين يعني بس. زين، فيقول مهم يأثر على درجتك، ومن يأثر هذا شوفوا affect the class of degree، ومن أثر على درجتك خصوصا بصف رابع راح يأثر عادة على فرصك في أنه تحصل دراسات عليا، تتنافس على الدراسات العليا. يقول فالمهم تأثيره يعني نسبيا، ما يقول عادة ما يأثر على أخذك للشهادة، يعني يقول ما يكون نقطة فارقة بين أنه أنت تأخذ شهادة أو ما تأخذ شهادة. يقول من اللي هو عادة نقطة فارقة؟ هو بحث الماجستير وبحث الدكتوراه، طبعا وخصوصا الدكتوراه، لان الماجستير البحث عليه 8 وحدات والكورسات عليها 28 وحدة، يعني كل كورس عليه 14 وحدة. زين، ف8 من اصل 32، مو 36، تمام؟ بينما بالدكتوراه الكورسات 32 والاطروحة 36، واضح؟ فوزنها أكثر من النص، بينما هناك وزنها قريب الربع تقريبا، واضحة؟ أي. زين، فيقول عادة بالدراسات العليا يكون فاصل بين إنه أنت يعني تأخذ الشهادة أو ما تأخذ الشهادة. زين، يقول عادة من تجي تختار الموضوع، يقول من حيث المبدأ طالب صف رابع
يقول عادة يعني ما مسموح له يغير الموضوع، هو الموضوع اللي يختاره هو يستمر عليه، لأن هي أصلا المسألة ما هالقد يعني كلش مهمة. يقول طالب العليا، يقول من حيث المبدأ أغلب الجامعات تسمح إنه أنت تغير الموضوع، يعني أنت تختار موضوع وبعد فترة تشوف إنه هذا الموضوع يعني لسبب أو لآخر أنت ما تقدر تكمل بيه. يقول من حيث المبدأ أنت تقدم طلب ويغيرون لك الموضوع، وهذا حتى هنا يعني موجود. يقول بس هنا عادة يعني من تجي لا تخلي هاي الأفكار ببالك، لا يقول انظر ما راح يغيرون لك الموضوع، لأن يقول هم حتى لو سمحوا يعني الهيئة العلمية أو العمادة سمحت بتغيير الموضوع، يقول أنت شنو الفائدة إذا غيرت الموضوع وخسرت لك سنة؟ مو صحيح؟ يقول فعادة اختار الموضوع بدقة. يقول فلذلك من تصرف يعني شهر أو شهر ونص وشهرين حتى تختار الموضوع، لا تعتبرها شنو خسارة، طبعا لا تعتبرها خسارة على فرض تقرأ بيها، مو لا تعتبرها يعني أنت عايف البحث وما تقرأ، طبعا خسارة هاي. اي فمثلا هذه الفترة اللي تختار بها البحث لازم تكون عندك ما يسمى بالانتنسيف شنو ريدينج، يعني تقرأ بهمة حتى تعرف ايش جاي تسوي. زين، الآن يتكلم عن الأعراف different practices regarding selecting of research project. يقول عادة الجامعات بها أعراف مختلفة لطريقة اختيار الأبحاث أو توزيع الأبحاث بين الطلبة. عموما احنا عندنا، هو حتى هو يتكلم يقول عندنا طريقتين. طريقة إنه عندنا بري ديتيرمنت ليست، يعني الطالب من يخلص السنة التحضيرية ايش راح يلقي؟ راح يلقي قائمة بأسماء الأبحاث المعروضة هالسنة، هاي شي يسميها، هو يسميها بري ديتيرمنت ليست. والحالة الثانية لا، انه وي هاف نو بري ديتيرمنت ليست، يعني الطالب هو يجيب له بروبوزل، هو يقول انا اريد اشتغل بهذا شنو بهذا الموضوع. واضح؟ الآن شنو الفرق بين الاثنين؟ يقول عادة انت من تشتغل على بري ديتيرمنت ليست، يعني يكون القسم اصلا هو مثبت قائمة مشاريع، يقول عادة انه من ثبتوها يعني الأساتذة يعرفون بيه، عندهم خبرة بهاي المجال البحثي، بينما من انت تجيب البحث يجوز تجيب بحث يعني جديد، راح من يكون البحث جديد على الأستاذ المشرف العبء على الطالب شبيه راح يزيد. زين، عيوب هاي القائمة، يقول أولا يجوز أنت ما تلقي بيها فشي يعجبك ذيك السنة، منازل فد بحث يعجبك، وإذا بيها بحث زين فعادة راح يتنافسون عليه أكثر من طالب. زين، يقول عادة هاي البري ديتيرمنت ليست عادة يقول عادة تكون مصحوبة بما يسمى بالفندد ريسيرش بروجكت، يعني الأبحاث تمولها جهة معينة، هاي الجهة هي اللي تتدخل شنو بالقائمة البحثية. طبعا الجامعات العالمية أغلبها تشتغل بهالطريقة، يعني الجامعة الكلية القسم يجي فند، تجي منحة إنه أكو فد مؤسسة تقول لهم يا بعدنا هاي المشكلة تعالوا حلوها. هم شلون راح يحلون المشكلة؟ يحولون المشكلة إلى أجزاء، وكل جزء يشغلون عليه طالب من طلاب الماجستير أو الدكتوراه، هذا الشيء يسموه funded. هذا شنو طبعا شنو عيبه؟ أولا هذا جدا مجهد للطالب، جدا متعب. أي ليش؟ لأن عادة راح ضمن الفند يشتغل على أمور ما تدخل بأطروحته، ومو كل اللي يدخل بأطروحته ضمن الفند. واضح هذا؟ يعني اكو امور يشتغلها على مود الفند، على مود انه اللي دفع التمويل المشروع يريدها، بس هي طبيعتها ما ترهم تدخل بيش بأطروحة. بعدين الامور اللي تدخل بالأطروحة من يجمعها المشرف يقول لها هي مو كافية، تصير أطروحة ماجستير او دكتوراه، لازم تشتغل شغل خارج شنو خارج الفند، فيصير لود عليه. تمام؟ اوكي. طبعا اغلب الطلاب اللي يحصلون منحة، اكو طالب يروح بعثة واكو طالب يروح منحة، اللي يروح منحة هو دائما شي يروح على funded project.
فكل شيء تعب زين. الآن الآن هاي حكينا على الأمور اللي لازم تأخذ بنظر الاعتبار أو الأمور اللي لازم تخليها بالك قبل لا تختار البحث. الآن ننتقل إلى سكشن 3.3 اللي هي البيزك كونسيدريشنز، الاعتبارات الأساسية for choosing a research project. أول قضية هي من أنت تجي تختار البحث، أول مسألة قضية الفيلد، المجال البحثي، زين، اللي هو شي يسموه الديسيبلين. احنا عندنا مثلا انت من تقول انا اختصاصي ستراكتشر او جيوتكنيك، فانت شو تقول؟ تقول الفيلد مالتي او تقول الديسيبلين مالتي، زين. فيقول اول قضية مرتبطة بالديسيبلين، يعني عادة انت تختار بحث ضمن شنو؟ ضمن تخصصك. هو شو يقول؟ يقول الهندسة المدنية تتكون من 6 تخصصات. طبعا هنا صحيح 6 بس احنا ما عندنا هاي 6، يعني احنا عندنا ستراكتشر اوكي، جيوتكنيك اوكي، انفايرمنتال احنا ما عندنا. ايش عندنا مكانه؟ عندنا مكانه ستراكتشرال ماتيريال. هيدروليكس وهيدرولوجي ما عندنا. احنا ايش عندنا مكانه؟ عندنا السانيتري، واضحه؟ اي ترانسبورتيشن نعم عندنا. اوكي، يقول اكو فد شيء جديد ومفيد اللي هو يسموه انتر ديسيبلينري بروجكت، يعني مشروع متداخل التخصصات، اللي هو اوضح مثال عليها من هو السويل ستراكشر انتراكشن. ان واحد تكون اطروحته سويل ستراكشر انتراكشن اوكي، فيكون عنده 2 مشرفين، واحد سويل واحد ستراكشر. وممكن يعني ممكن تشتغل، يعني ممكن يشتغل ابو اداره ويا ابو ستراكشر، ابو مواد ويا ابو ستراكشر، وهكذا. هذا يسموه انتر ديسيبلينري بروجكت. المسألة الثانية اللي مهمة اللي هو قضية التايب، انت شناوي تشتغل هنا؟ شو يقول؟ يقول من ناحية التايب البروجكت تنقسم الى اكسبيرمنتال، اوكي، يعني انت شو تسوي؟ تسوي تجارب، زين، ومن هاي التجارب تستنتج شيء. برأيكم هنا الاحصاء الى دور ها بالسيرفي؟ لا هسه شنو هاي؟ اكسبيرمنتال، يعني الاكسبيرمنتال غير السيرفي. اي طبعا بالاكسبيرمنتال الاحصاء ما هالقد له دور. ليش؟ خصوصا بالاكسبيرمنتال اللي يصير عندنا لسببين. اولا عاده الاحصاء ما هالقد مفيد اذا تكون كنترولد اكسبيرمنتس، اذا تكون التجربه مسيطر عليها. احنا تجاربنا اللي يسووها يعني تشوف ان الطالب يقضي ايام في العنايه بالنموذج قبل لا يفحصه، فهاي عاده شو تكون؟ تكون كنترولد، هايلي كنترولد. فهنا نتوقع ان النويز والسكاتر اللي موجود بالتجربه شو يكون ثانوي. ثانيا الاحصاء ايش قد حجم العينه اللي انت ممكن تدخل بها الاحصاء؟ يعني ثاني اي عينه ادخل بها الاحصاء؟ مثلا انا عندي 10 نماذج، اقدر ادخل بها الاحصاء؟ ايش قد 30؟ اي هاي 30 منين اجت؟ ايش معنى 30؟ اي عافيه، من النورمال ديستريبيوشن. زين، بين ال 15 و 30 شو نسوي عاده؟ اللي هاي الفاكتور منين جبناه؟ ادري منين يجي يعني؟ صح هو بعدين ظهره برسمه بجدول، بس هذا عاده منين يجي؟ هو انت من تشتغل جوا ال 30 عادة تشتغل بما يسمى بالتي ديستريبيوشن، ستودنت ديستريبيوشن. من 30 فما فوق شو تشتغل؟ تشتغل نورمال ديستريبيوشن. من يجي مثلا الاي سي اي ما يريد يدخلك بهاي التفاصيل، اي زين، يعطيك فاكتورات. هاي الفاكتورات تضرب بيها هي الفرق بين النورمال وبين التي ديستريبيوشن، واضح؟ طبعا التي ديستريبيوشن واضح يكون بالسكاتر اكبر، يعني فلاتد التي ديستريبيوشن، انصى واعرض من من النورمال ديستريبيوشن. من هو الجرس؟ ان اثنين النجراس، اي يسموه بيل شيب، حتى ذاك بيل شيب بس فلاتد، يعني تي همين سيمتريك ويشبه هذا. زين، واضح؟ هذا اذا الاكسبيرمنتال، اذا عاده الاكسبيرمنتال ما بي شنو؟ ما بي احصاء. الان الاكسبيرمنتال في كثير من الاحيان، طبعا منو يشتغل اكسبيرمنتال؟ ابو المواد، ابو الستراكشر، ابو التربه، يعني دولي اغلب شغلهم شنو؟ اكسبيرمنتال. عاده الاكسبيرمنتال وحده ما كافي، خصوصا على مستوى بحث شنو؟
دكتوراه لازم شبي لازم بي. لا مو قلنا ما بيحصى، ما بيحصى، قلنا عادة ما نحتاج الإحصاء. ليش؟ لأن controlled experiments. الآن الإكسبرمنتال قلنا عادة ما كافي، إيش يرادوا يا؟ يرادوا يا لو analytical لو numerical. زين هو شنو الفرق بين analytical ونيوميريكال؟ أنت بالحالتين هنا جاي تبني موديل، جاي تبني موديل، هالموديل على شنو يعتمد؟ يعتمد على الإكسبرمنتال. لكن بما أنه إحنا افترضنا أنه الإكسبرمنتال هو من يانو حسي قلنا controlled experiments، فالموديل اللي راح يطلع عندنا شنو نسميه إحنا؟ نسميه deterministic model. deterministic model. احنا المودلز عادة شو نقسمها؟ نقسمها الى deterministic models و non-deterministic models. اي نماذج حتمية ونماذج شنو؟ احتمالية. واضحة؟ non-deterministic ومرات شو يسموه؟ يسموه stochastic model. مو دني سامعين بيه لو لا؟ هاي التقسيمة سامعين بيها لو لا؟ ها؟ بي probability بي randomness. اي لا الريسك والريالابيلتي والمعولية ذني توظيفات. لا هو انت شلون تميز بين ان الموديل deterministic او non deterministic؟ اذا randomness تاخذها بشكل explicit بشكل صريح بشغلك هذا شي يسموه non deterministic. اذا randomness مهملة زين هذا شيء يسموه ديتيرمينستيك. اكو اختيار ثالث انه نقول الراندومنس ما موجوده. عشان شلون عرفت؟ عرفت النون ديتيرمينستيك هو النموذج اللي يضمن الراندومنس اكسبليسيتلي بشكل صريح. يعني الموديل يشوف اكو بي بارامترز مال ايش؟ مال راندوم بارت، وبي بارامتر مال ايش؟ مال ديتيرمينستيك بارت. الديتيرمينستيك ما بي راندمنس، اي فما بي اي مثل انت الان من تجي يجي مثلا طالب مواد خوش يريد مثلا يدرس علاقة الووتر سيمنت ريشيو بالسترينث، مو صحيح؟ احنا هذا الاسيمتوت كيرف اللي عندنا هو بالواقع كيرف. يعني احنا لو اجينا مقابل ووتر سيمنت ريشيو معينه عندنا سترينث وحده بالواقع، ها؟ يعني انا الان لو اجيت سويت فت 6 7 خلطات من نفس الووتر سيمنت ريشيو لكن بس من مواد مختلفه كل وحده من حص وشكل راح تطلع عندي سترينث وحده؟ ها لا، مو صحيح. اي تمام. بينما تشارت شي يقول انه اكو علاقه، اكو يونيك ريليشن شيب، علاقه فريده بين الووتر سيمت ريشيو. اي فانت بالواقع ما تطلع عندك نقطه، تطلع عندك نقاط تتمحور حول من؟ حول هذا الخط، مو صحيح؟ اي انت شو تقول؟ تقول اني اعنى فقط بالنقطه اللي واقعه تقريبا على الخط. هاي بلغه الاحصاء انت كانما تعنى فقط بالمين فاليو، والسكاتر بهاي النقاط اللي تقع فوق واسفل الخط تهمله. اذا سويت هيك صار موديلك ديتيرمينستيك. واضح؟ اذا اخذت السكاتر يعني شو يصير؟ يصير عندك الخط والى جوار الى خطوط تقع فوقه وخطوط تقع شنو؟ اسفله. هاي الخطوط اللي تقع فوقه وتقع اسفله تقترب منه وتبتعد منه على اساس الكواليتي كنترول، مو؟ يعني اذا على اساس الكواليتي كنترول والانهيرنت سكاتر، اذا الخلطات اللي انت فاحصها بيناتها تباين كبير، ايش راح يصير؟ هذا يصير فرق بين الخط اللي فوق والخط اللي جوا والخط اللي بالنص، مو؟ وبالعكس. واضحه؟ اذا تاخذ هذا السكاتر فموديلك شو يسموه نون ديتيرمينستيك. واضح؟ يصير نسميه ستوكاستيك بالحاله. يعني كل شيء بيبروبابيلتي احنا نسميه ستوكاستيك؟ لا، عادة لازم بروبابيلتي مرتبطة بالزمن. يلا يسموه ستوكاستيك. واضح هذه؟ فالستوكاستيك هو حالة أخص من النان ديتيرمينستيك، تمام؟ زين. المهم، الآن أنت إذا هملت النان ديتيرم يعني الـ سكاتر بارت،
non-deterministic part. فموديلك ممكن شي يصير، ممكن يكون analytical، ممكن يكون numerical. شنو الفرق بين انه هذا موديل analytical وشنو الفرق بين موديل numerical؟ ها؟ لا هسه خلينا نفترض اثنين indeterministic. يعني انت هسه قلت اني موديلي ممكن يكون deterministic، ممكن شي يكون نون ديترمينستيك. هسه خل ركز على الديترمينستيك. الديترمينستيك تخيل شطر شطرين، اناليتيكال ونيوميريكال. شنو الفرق بين اناليتيكال ونيوميريكال؟ طبعا بالمناسبه هو النون ديترمينستيك هم ممكن ينقسم اناليتيكال ونيوميريكال. شنو الفرق بيناتهم؟ لاحظوا وياي، اذا انت تكتفي بالتقريبات اللي موجوده في مرحله الفورميليشن وما تضيف لها تقريبات اضافيه في مرحله السوليوشن، فهذا يسموه اناليتيكال. انت هسه من تجي تريد تحل مساله هندسيه، ايش عندك؟ عندك فيزيكال رياليتي، واقع فيزيائي، وعندك فورميليشن تو ذا فيزيكال رياليتي، صياغه للواقع الرياضي تبني بيها الموديل. انت من تنتقل من الفيزيكال رياليتي تو ذا موديل، مو انت راح قابل تقدر تنقل كل الفيزيكال رياليتي؟ لا. فدائما ايش عندك؟ عندك ابروكسيميشن. فدائما انه وي هاف ان ابروكسيميشن ان ذا formulation او in the modeling. اذا هاي الابروكسيميشن سويناها وخلاص، من نجي نحل ما عندنا ابروكسيميشن جديده، فهكذا حل شي يسموه، او هكذا انموذج شي يسموه analytical. ومرات شي يسموه closed form. ليش يسموه closed form؟ مغلق. مغلق على شنو؟ مغلق على نفسه. مغلق على نفسه انه اثناء الحل ما عندنا ابروكسيميشن جديده. واضح شنو معنى closed form؟ اي واضح. واذا عندك ابروكسيميشن لكن ان تو ليفلز، عندك ابروكسيميشن ان ذا فورميليشن ستيج، وعندك انذر ابروكسيميشن ان ذا سوليوشن ستيج، فهذا شيء يسمونه نيوميريكال. واضح؟ يعني هسه مثلا تحل فاينايت اليمنت، الفاينايت اليمنت كم تقريب صار بها؟ صار بها 2. التقريب الاصلي في بناء الديفرنشال ايكويشن اللي تحاكي الفيزيكال رياليتي، مو؟ وتقريب ثاني في حل differential equation. واضحة هذه؟ زين هسه ذن ثلاثة صارن واضحات. نجي للسيرف. هنا هو كله modeling. هسه سؤال، هذا خوش سؤال عافية. هسه أنا أسألكم سؤال. هسه الاكسبرمنتال modeling، أيها modeling، لا اكسبيرمنتال اقول، اي ركزوا وياي، اقول انت ابو الاستراكشر مثلا، ابو التربه، اجى سوى اكسبيرمنت سبيسيمن، ماشي، وراد يفحصها وفحصها، هاي العمليه موديلنج؟ ها موديلنج لو لا؟ هسه كم واحد يقول موديلنج؟ اي عندنا 2، اي والبقيه لا. أدري أفتهمك. إحنا هسا حكينا على الموديلنج اللي يتبع الإكسبرمنتال. لا أنا هسا سؤالي على الإكسبرمنتال نفسه. يعني افترض أنت لا تناوي تسوي فاينات إلمنت، لا ناوي تستعرض نتائج عملي وتستعرض نتائج، هذا هم موديلنج؟ ها؟ ها؟ إذا نستعرض مو موديلنج. الجواب لا، حتى هذا موديلنج. تدرون ليش؟ لأن أنت عادة ما تفحص فول سكيل. عادة انت شو تسوي؟ تسوي سكيل داون. عادة مثلا ابو التربه ما يجي يفحص اساس بالفول سكيل، اللي هو شو نسميه احنا من يكون الشيء بالفول سكيل؟ ما احنا ما نفحص بروتوتايب، مو؟ تذكرون ذني مال الفلويد؟ احنا الواقع ممكن نحافظ على حجمه على سكيله، وذاك الوقت شو نسميه بروتوتايب، وقد نصغر سكيله، وذاك الوقت شو نسميه سكيل داون موديل. لا انا هسه اريد افحص هذا اشتغل على هذا البيم بيه خصوصيه مثلا شلو، ملاحظين هذا البيم شكله غريب عريض وناصي، مو اريد اعرف هذا شلون يتصرف. زين الان اقدر افحص بهذا سايزه وهو طوله بحدود 12 متره؟ ها اقدر؟ لا. مين اجيب لي وين اخليه؟ وين اكو مختبر يتحمله؟ مين اجيب جاكينج فورس تكسره
فش اجي اسوي؟ لا اسوي السكيل داون، اقول اسوي السكيل داون مثلا بمقدار ربع، زين. من سويت له سكيل داون صار ايضا موديلنج. ليه صار موديلنج؟ لان ايضا راح يصير بجزء نظري. ليش؟ الجزء النظري هو المرتبط بما يسمى بالسيميليتود، علم التماثل، علم التشابه. لازم اني اثبت انه هذا السكيل داون هو شنو؟ هو سيميلر تو بروتوتايب. مو صحيح؟ واضحه هذه اللي هي يا نظريه اذا تتذكروها بيكنغهام ثيوري، تتذكروها النظريه مال بيكنغهام ثيوري؟ لان التشابه يعني هسه انتم مثلا يعني هسه مثلا هسه يشتغل تربه، المشكله الرئيسيه بنماذج التربه شنو؟ لا لا مو راح نعبر، راح نوصل لهن، راح نوصل لهن. مو هساني انتم ما تسالون يعني هساني ليش هذا لان الست سالت انتم ما تسالون انا شو ادريني. اي خوش الموديلنج. اي تمام الموديلنج. اي الموديلنج هو محاكاه للواقع. اي خوش اي زين، يعني ممكن نسميه سيميوليشن مع انه اكو فرق جوهري بين السيميوليشن والموديلنج، يعني لا مستقبلا نسولف عليه. فالموديلنج هو محاوله محاكاه الواقع، واضح؟ الان شلون احاكي الواقع؟ قد احاكي الواقع بمعادله، وهذا عادة هو اللي يسمى الماثماتيكال موديلنج. هسه اللي أنا من سولفت على الموديلنج وسألت السيت، أنا افتهمت إنه أنت وين راح بالكم تلقائياً؟ راح بالكم للماثماتيكال موديلنج. مو هذا مو هيك، مو فقط هذا، عندنا ما يسمى بالفيزيكال موديلنج. يعني هو أيضاً محاكاة، لكن محاكاة شيئية. يعني إحنا نجيب شيء فيزيائي حتى يحاكي شيء فيزيائي. واضح؟ أي. لا شغل التربه وهذا والستركتشر والمواد، اي الاداره ماما. اي زين هسه ذني شنو المشترك بيناتهم؟ انه اثنينهم فيزيكال. واضح؟ شنو اللي يختلف بينات السكيل؟ واحد فول سكيل، واحد سكيل داون. اصطلاحا الفول سكيل شو يسموه؟ يسموه بروتوتايب. هذا شو يسموه؟ يسموه سكيل داون. التحدي هنا الجزء النظري هنا انه لازم اني اثبت انه السكيل داون موديل السيميلر تو ذا بروتوتايب. يعني مثلا اني الان الابعاد من ازغرها شنو؟ ازغرها الى الربع. الكورس اجريجيت اللي احنا نستخدمه هسه ايش قد عاده بالعراق؟ يعني ايش تتوقعوا ايش قد مسبوب كورس اجريجيت؟ ها؟ 5-19 مو صحيح؟ يعني جاي نحكي عن 19 ملم 20 ملم، اسوي لها كروس سكيل داون بربع ايش قد صار؟ ها ايش قد صارت؟ 5 ملم. الاقي حصو 5 ملم؟ ها؟ اذا ما لقيت حصو 5 ملم زين وجبت حصو 10 ملم صار ديستورد، يسموه ديستورد، صاروا ما بيناتهم تشابه تام، تشوهت العلاقه بيناتهم. فلازم اكو ثيوري تقول لي يا تشوه مسموح يا تشوه ما مسموح. مثلا نجي جماعه التربه، التحدي الرئيسي بالتربه، انا مثلا من اخذ عينه من التربه مثلا موجوده تحت 5-6 متر، هسه الشالو فاونديشن بكل بساطه الستريس بلب مالته وين توصل؟ 5-6 متر. ايش قد الاوفر بيردن بريشر مالته؟ 6 × 20 120 شنو؟ كيلو باسكال. مو تمام؟ لا كيلو، لا شلون 120؟ لا اي 20 كثافة التربة، 6 × 20 120 كيلو باسكال. خوش اي هذه من اجي اسوي لي صندوق ارتفاع 30 سنتي. مو اي هاي العينة اللي موجودة ب 30 سنتي مش قد راح يكون الاوفر بيردن بريشر مالتها؟ 0.3 × 20 ايش قد يعني؟ يعني 6 تقريبا كيلو باسكال. وين 6 كيلو باسكال؟ وين دائرة مور وين راح تتحرك؟ تجي لهنا، لان سيجما 2 قل. تجي وين لهنا؟ تجي لهنا يعني يمن تجي؟ تجي يم المور انفلوب. مو فحمل بسيط بطخه.
بينما بالواقع يراد لك حمل كلش عالي يلا تطخه. بس فهنا ابو التربه من يشتغل حافظ على الكونفاينمنت اللي هي اهم عنصر لو فقده على هالحكي. فاذا يراد لك ثيوري حتى شنو؟ حتى الدافع عليها. اوكي، لذلك هذا شيء يسموه سيميليتود. اكو كتاب مال واحد اسمه ميرفي اسمه سيميليتود ان انجينيرينج، وطبعا الكتاب المشهور هو مال هاريس، هذا الكتاب الامريكي اللي هو بعض التسميه مال الكتاب تبين اللي جاي احكي به. الكتاب اسمه شنو؟ فيزيكال موديلنج. فيزيكال موديلنج مو فهو موديلنج، لكن موديلنج شنو؟ فيزيائي. هسه اذا نتطحن ثلاثتين، شنو يعني اكسبيرمنتال، شنو يعني نيوميريكال، شنو يعني اناليتيكال. هسه السيرفي، شنو الفرق بين السيرفي والاكسبيرمنتال؟ السيرفي احنا مو قبلها احنا قسمنا، او ما ادري اذا هنا او غير مكان ما اتذكر وين حاجي. احنا من نجي نلحظ الظاهره ممكن نلحظها بشكل يسموه اكسبيرمنتال، ممكن نلحظها بشكل يسموه observational. شو الفرق بيناتهم؟ experimental أني أتدخل في إنتاج الظاهرة، الobservational أني مجرد ألاحظ الظاهرة. هنا بالسيرفي أنا شو أسوي؟ أني مجرد ألاحظ الظاهرة. يعني أبو الإدارة من يسوي سيرفي ومن يسوي questionnaire شو يسوي؟ راح يروح يتدخل بالقرار الهندسي لو يلاحظ القرار الهندسي. يلاحظ القرار الهندسي زين. هنا عينته شو تكون؟ تكون كبيره للدرجه شنو؟ للدرجه اللي لازم يدخل بها الاحصاء. فراح يدخل الاحصاء لسببين، اولا هي observational، هو ما قدر يسيطر عليها، ما جاي يفرض عليها شيء، فهي بالتاكيد ما تصنف controlled experiment مو. وثانيا حجمها شنو؟ حجمها كبير، فراح يدخل شنو؟ يدخل السيرفي. عندنا بحوث قلت بالتسعينات كانت جدا شائعة، هسه قلت، اللي هي software coding، إن واحد شغلته إنه يكتب برمجية. يعني لو تكون يكتب برمجية finite element أو يكتب برمجية مثلا هذا الإكسبرت سيستم جماعة الإدارة هو يشتغلوا مو. وعندنا بحوث، يعني هاي ما ترهم بحوث ماجستير، بس ترهم بحوث، يعني بحوث عليا بشكل عام ما ترهم، لكن ترهم بحوث أولية، وهو إنه واحد يأخذ مسألة يصممها. يعني طلاب صف رابع هواي من المشاريع شنو ياخذ فد مشروع يصممه، فشي من الفائده؟ الفائده انه مهاراته نمت زين. فهاي البحوث واضحه، فهنا يعني لازم نستوعبهن حتى نعرف انه احنا منو اللي يفيدنا منعتهن. طبعا بالنسبه لجماعه الستراكشر والتربه والمواد دائما عندهم اكسبيرمنتال ونيوميريكال، عاده من يعني صعبه يصير اكتفاء بواحد من عندهم. زين الان الريسورسز، من تختار بحثك لازم الموارد تكون مشيكه. يعني لا تجي مثلا تفوت لك ببحث انت تدري لا هو متوفر بامكانيات القسم ولا انت تقدر توفره لان مكلف، فلازم تكون الريسورسز مالتك شنو متناسبه ويا ما متوفر في قسمك. بعد البيرسونال نوليدج، المعرفه الشخصيه، المعد الانسترومنت نعم اوكي. وطبعا هاي واضح جدا مهم هاي، لان يا ما طلاب يعني تعبوا خطيه وخسروا كل شيء هواي. ليش؟ لان من البدايه تورط ببحث يراد له، يعني يراد له امكانات. فهو مثلا يقدر يصرف الطالب، بس يصرف مدى معقول غير، اي مو يورط نفسه. فلازم انت بالبدايه تشوف شنو الاكويبمنت، شنو تصير نقول اكويبمنت، يصير تجمع هاي الكلمة؟ لا ما تجمع. زين يعني انت لازم الاكوبمنت الفاسيليتيز اللي موجودة تكون يعني ضمن امكانيات القسم. والمسألة المهمة عدد السامبلز السبيسيمنز اوكي، لازم يعني لازم انت تختار عدد معقول، وهذا العدد المعقول شو وقت تختاره؟ لازم يكون مدروس. واضح؟ طبعا اكو فد شغله الطلاب اغلبهم يعني ما ينتبهوا لها.
السيميليتود هذا علم التشابه هو قائم على النسب. انت ترى هويه الاشياء تنطيها النسب مو الابعاد. يعني انت الان انت شنو اللي يخليك تقول هاي كلها دوائر؟ مثلا يجون يخلون قدامك فت 6-7 دوائر اقطارها مختلفه، شنو اللي يخلي ذهنك يقول ذني كلهن دوائر وبنصهن فد إليبس تقول هذا إليبس؟ ها السايز لو النسب، اكو نسب. الدوائر بيها نسب بين محيطها وشنو وقطرها، بينما لبساي الإليبس بغير نسبة. مو فهذا بيكنغهام هذا العالم البريطاني من أنشأ هاي البيكنغهام ثيورم اللي هي حدود 1905. ليه سماها باي ثيورم؟ واضح التسمية من اجت؟ ها لان هو اللي قدامش قرر ان التشابه والاختلاف شنو منشأ نسبة. مو فانت اذا حافظت عن نسبة، اذا شيئين يمتلكان نفس النسبة مو فاش تعتبرهن ذني؟ ها تعتبرهن سيميلر. يعني بالموديل مالتك شي ظهرن يظهرن شيء واحد. نرجع هسه المثال، مثلا خلطتين تفاصيل مختلفة لكن لهم بالتالي نفس الووتر سيمنت ريشيو، الووتر كونتينت مختلف والسيمنت كونتينت مختلف مو، لكن الووتر سيمنت ريشيو نفسها. فذول خلطتين لو خلطة واحدة، ها من ناحية السترينث مو من ناحية الوركابيليتي، خلطة واحدة. لأن تشارلز يقول لكل ووتر سيمنت ريشيو اكو شنو؟ هسه منو الباي بالشغلة؟ منو النسبة اللي انطت هوية التشابه والاختلاف؟ الووتر سيمنت ريشيو، واضحة؟ فأنت إذا تفوت البحثك وأنت ما تعرف شنو سيميليتود، ما قاري عنه، يجوز أنت تسوي لك 12 نموذج من نجي نحللهن ننقلهن من الديمنشنال سكيلز إلى النون ديمنشنال سكيلز، وإذا يطلعن ثلاث نماذج، مو كل أربعة يطلعن يمتلكن نفس البايز. أي مو أي هن يعني اللي لابو المصلحة واحد بس للمستجد على الشغلة يشوفون أربعة. أيوة. فأنت صرفت على أربعة مو بس فعليا بالأخير واحدة نتيجة واحدة. فلازم تقرون على، يعني لازم قبل مرحلة البحث تقرون على السيميليتود. طبعا والمصدر الرئيسي هو هارس، واكو مصدر بالتربة يعني والله راح من بالي اسمه، الكتاب عدي هو يحكي همين عنه شلون تضمن السيميليتود واضحة بشغل التربة. زين هسه هاي الاكوبمنت همين واضحة والريسورسز تمام. الان نجي للبيرسونال نوليدج. هنا يقول لك لا تورط نفسك بموضوع انت ما عندك خبرة به، خوش؟ بينما الصحيح بالعكس، ورط نفسك بموضوع انت ما تفتهم به حتى تتعلم. فاكو يعني نظريتين. هو شي يقول لك لا تورط نفسك، مثلا انت ما عندك خبرة بالاحصاء، فش تسوي؟ لا تورط نفسك بموضوع بيحصاء. هاي طريقة تفكير. طريقة التفكير الثانية، وان شكو جاي غير جاي حتى تتعلم، اشوف اكثر شيء انا ما اعرف به افوت به. زين هاي بكيفكم بعد. زين اي اي زين والله فترتها قليلة للأسف. يعني لا هو شنو اللي يصير انه اكو فترة يعني قليلة، شهر اكثر من شهر، يجوز اقصاها تصل شهرين. انتو لازم يصير اختيار اولي من الليست اللي موجودة وين اللي يعني يعلنها القسم. بعدين وراها عندكم فترة اطول انه هذا الاختيار شذبوه حتى شنو، حتى تكتبون البروبوزل اللي هو قلنا. لا اللي يصير يعني هاي الليستة شنو يصير؟ اقرار جدا بريميتيف جدا اولي. يعني مثلا من حقكم تغيرون العنوان،
يعني بس يعني مثلا العنوان اوكي، هو يعني مثلا الخطوط العامة، بس تفاصيله تتغير، خططه تتغير، اي مثلا عدد النماذج، طريقة الفحص، السكيل مال النموذج، هذا كله وين يصير؟ كله اللي يصير مرحلة البروبوزال، اللي ايضا هي بها يجوز فت شهرين، وعندك شهرين فتصير كل هالفترة ايش قد؟ 4 اشهر، ما يقدرون يطوك يعني ينطوكم اكثر من هيك، صعبة. اي اي شو تسوي؟ اي شو تسوي؟ هو يقول هيك. اي هي هي لا يعني هو ترى دور المشرف بعدين يجي يعني. اي 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 يعني اي. بس هي واضح، هي المسألة يعني مو هيك وان واي وسهلة، وهي مو سهلة يعني. اي زين. الآن يقول نصائح لطالب الأولية، طالب الدراسات الأولية، نصائح طالب الدراسات الأولية يجي يقول لك أنت من تريد تختار بحث لازم تحدد أنت شنو هدفك من البحث. وأني يعني أنا أتذكر من كنا في صف رابع المشروع التخرج، فالأستاذك وأستاذ سألته والله حكى على نفس هالحكي، إيه قال لي أنت شو تريد؟ إيه قال لي تريد تاخذ 100. اي اكو اساتذه يعني لهم مكانه بالقسم هاي، بعد انت من تشتغل وياهم راسا هم من الرانك مالتهم يرفعوك راسا انت بالامتياز، شويه تدافع عن شغلك. أي. لو تريد مثلا موضوع يعجبك، يجوز الموضوع اللي يعجبك تلقي استاذ شاب هو اصلا يعني في مرحله اثبات الذات بالقسم، يقول يجوز تتعب هواي، يجوز أي. فهنا نفس السؤال يقول لك انت شو تريد؟ تريد good grade، تريد new skills، مو واضح؟ تريد potential topic يعني موضوع يرهم بعدين تطوره بالماجستير. لو تريد فتشي اللي هو improvement prospective، يعني تريد فتشي ينطيك افق في العمل، تقول انا اريد اطلع منها اشتغل، فشنو المشاريع اللي تخدمني اشتغل، واضحه؟ اي زين. يقول شنو اللي تتوقعه من المشرف من تختار المشرف؟ يقول اولا انه المشرف لازم شي يكون نوليدجبل، يعني يكون لازم انت تدري بيه انه هو عنده خبره بيش، عنده معرفه بهذا، واكسبيرينس. شنو الفرق بالله بين النوليدج والاكسبيرينس؟ ها يعني النوليدج ها اي المعرفه واحد يعرف مو اي بس ما عنده خبره، يعني شنو يعني يمشي وياك اكو فد مشكله راح تظهر بنهايه البحث وما حاسب حسابه، واضح؟ اي مو اي الخبير لا يعرف انه ترى بعد سنه راح تصير عندكم هيك مشكله، يعني لازم من هسه تفكرون بها، فمن يكتب البروبوزال اللي هو يعني السوبرفايزر وذ اكسبيرينس يكتبها بطريقه هو اللي قدام وين مخلي بباله المشكله اللي راح تظهر. اي لذلك هسه شو يقول بالقران الكريم ولا ينبئك مثل خبير، اي مو اللي يعرف لا الحكي يمل خبير. زين فيقول اولا لازم يكون نوليدجبل واكسبيرينسد، وين في المساله البحثيه، وبعد يقول لازم يكون انترستد ان يور ريسيرش، يقول لازم هو ميال للبحث اللي انت تختاره، يعني مو تحسه من البدايه انت كانما جابره على البحث، يعني هو مثلا ما له واحس يفوت بيك موضوع، ليش مثلا مشتغل بيه قبل وطاير واحسه من عنده، لا تجي انت مثلا لا تحاول تضغط عليه، لان هو لازم يكون يعني يعني عاجبه الموضوع حتى يتفاعل وياك. زين بعد يقول لازم يكون تحس انت عنده وقت لك، يعني لا يكون هو كلش مشغول يعني. زين اي بعد يقول لازم يكون فيرم ستدي، يعني شخصيته بها ثبات،
مو بس شوية الزعلة أي يعني شوية عنده حلم، عنده صبر، لأن أنت هواي مرات راح يعني تتعبه. أي فلازم يكون يعني من النوع اللي يتحمل طلابه، واضحة؟ زين، يقول لازم له القدرة إنه يوجهك، يعني هاي شوفوا البقية. العلاقة بين المشرف والطالب هاي عنده تعبير حلو، يقول تو واي ستريت، يعني علاقة من الطرفين. يقول أنت إذا ما تقدم له شيء هو شلون يقدر يساعدك؟ واضح؟ إيه زين؟ يقول غير أنت تقدم له شيء، يعني مثلا أنت من عندك مشكلة، غير تكون مثلا أنت كاتب له ريبورت مبرز المشكلة حتى هو يقدر يساعدك. زين؟ وهذا طبعا ما ينحل إلا بالريتن كوميونيكيشن، ما ينحل بالشفهي. ما ينحل تجي تسولف وياه، لازم أنت كاتب له ريبورت وتقول له يا بتر أنا هنا وقفت. فحل اياها. اي واضحه هذه؟ زين، مره اخرى يرجع يذكر انه السوبرفايزر هو شنو؟ هو منتور نوت ا تيشر. يقول المشرف هو موجه وليس معلم، فلا تتعامل ويا معلم لين ما راح تحصل من عنده نتيجه. التيم وورك، يحكي على التيم وورك، يقول بالاندر جراجويت كثير ما يكون المشروع بأكثر من واحد، يقول فهذا تيم وورك. الآن يقول التيم وورك، يقول إذا صار التيم وورك مالتك كلهم يعني جماعتك وتحبهم منسجم وياهم زين، بس إذا كان التيم وورك ما منسجم وياهم يقول هم زين. ليش هم زين؟ يقول لين يعلمك أنه أنت تشتغل ويا واحد ما منسجم وياه، لين يقول أنت بالحياة من تطلع زين هو ما راح تتعامل ويا شو اسمه كل الناس اللي تحبهم، لا راح تلاقي ناس يعني لازم تتعامل وياها. زين، شلون يقول المتنبي وشر البلية على الفتى أن يرى عدوا ما من صداقته بد. فأنت يعني تلاقي لك واحد إلا تشتغل وياه، أنت ما يعني ما تطيقه بس لازم تشتغل وياه. فيقول عادة إذا تشتغل ويا تيم ما منسجم وياه همين مفيد. زين، يقول بالنسبه لنصائح بالنسبه لطلبه الدراسات العليا شنو النصائح؟ يقول او طبعا اول نصيحه مفيده بالحقيقه لكن ما تطبق هنا. يقول عاده المفروض ترتب كورساتك على اللي انت تحتاجه. اللي قبل شويه سؤال الست تقول انه احنا المشكله يعني حتى نفتهم شيء يصير مو يضيع وقت. هاي طبعا شنو سببها؟ سببها انه في بعض الاحيان الكورسات ما لها علاقه بالبحوث. زين، في حين بينما اذا كانت الكورسات يعني لها علاقه بالبحوث، لا يعني انت التمرين والتدريب وهذه وين راح يصير ضمن السنه البحثيه، ما راح يضيع من ضمن العفو السنه التحضيريه ما يضيع من السنه البحثيه. فهاي اول نقطه. المسألة الثانية، النصيحة الثانية، السكوب. يعني لابد أنه يكون السكوب نطاق البحث اللي أنت تكتبه أي هو كافي أنه تأخذ عليه شهادة الدكتوراه. يعني مو هو من البداية نطاق البحث يعني محدود بحيث أنت لو تشتغل ما ينطوك امتياز مثلا. أي مو لين أنت قصرت، لأن هو السكوب مكتوب بطريقة ما تأخذ عليه امتياز. واضحة هذه؟ فيقول السكوب مهم. المهم القضية النيو نوليدج، وهاي مسألة مهمة، المعرفة. أي نيو شنو؟ نوليدج. احنا خصوصا في بحوث الدكتوراه مطلوب شنو؟ مطلوب نوفلتي، مطلوب اوريجيناليتي، مو؟ فنيو نوليدج. هاي النيو نوليدج لازم شنو؟ يعني انت تقول انا اريد بحثي بيه فد نيو نوليدج، بيه فد معرفه جديده، وبالتالي شبيه؟ بي امباكت اون سوسايتي، وبيه فد اثر على المجتمع. طبعا هنا النيو نوليدج اللي هي يعني احنا راح يصير عندنا اكثر من تسجيل خارج المنهج، فنسجل اسجلها وارفعها لكم. النيو نوليدج راح يجي فد سؤال مهم، هو شنو يعني النيو نوليدج؟
يعني أنا هسه الأوريجيناليتي والنوفالتي، مو أنت قبل شوية كنت تسولف بالأوريجيناليتي بالممر محمد؟ آه قلت أنا قلت شنو محمد قارن المحاضرات قبل لا إيه هسه شنو تصوركم عن الأوريجيناليتي أو النوفالتي؟ النوفالتي الأوريجيناليتي سؤال شنو يعني جديد؟ يعني جديد جديد كلي زين أنا جديد أنا اسمي طالب دكتوراه هندسة مدنية مو ومثلا تخصص إدارة معناته أني أي الأصالة أي 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 فالأصالة زين أني يعني أني جزء من مجتمع اسمه مجتمع الهندسة المدنية مو صحيح وبعدين جزء من مجتمع أصغر هو مجتمع الإدارة ف يعني أني محكوم بأعراف ولغة واصطلاحات هاي المجتمعين المجتمع الكبير والمجتمع شنو الأصغر فمعناتها شنو النوبلتي راح نشوف أنه أكو عموما نظريتين أكو نظرية مال كارل بوبر اللي أنا رفعتها لكم هذا كارل بوبر هو فيلسوف علوم نمساوي الأصل يهودي الديانة انهزم من قضايا الهولوكوست ماكو مال هتلر انهزم من النمسا راح لندن وحصل على الجنسية هذا شي يقول انت من تدخل البحث من تدخل بحث معين على مود تحصل على نوبلتي اوريجيناليتي لازم ما عندك اي باك جراوند ثيور تنسى يعني تدخل شنو اي تدخل فريش 100% without no prior شنو باك جراوند ما عندك اي يعني زين حتى يطلع من عندك شنو شيء جديد زين ويقول حتى نوصل لهاي المرحله لازم نبدل تعريف العلم لاحظتوا نظريته يقول احنا هو مصر انه انت حتى يصير البحث جديد لازم شنو لازم انت تدخله بدون باك جراوند وحتى تدخل بدون باك جراوند شو يراد لك يراد نبدل تعريف العلم شنو يعني نبدل تعريف العلم يقول نبدل تعريف العلم من انه هو نشاط انساني يهدف الى الاثبات الى نشاط انساني يهدف الى النفي خلاص يعني احنا من دخلنا هنا ندرس شنو 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 تصورنا عن العلم انه فد نشاط انساني يهدف الى اثبات شيء مو هاي يسموها الفيريفيكيشن ابروتش هو يقول هاي لازم نبدله يصير نشاط ها نشاط اي تمام صح صح اي هسه فهمتوا الحكايه الاستاذ اي اي لاحظوا يا عيني احنا عندنا لا انا اشرحها بنيابه عنك اي احنا عندنا معرفه اي هاي المعرفه بها اقسام تقسم اقسام يقولون معرفه حضوريه ومعرفه حصوليه المعرفه الحصوليه قد تكون معرفه قبل التجربه يعني انت تعرف الشيء بدون ما تسوي اكسبيرمنت خوش مثل ايش مثل الرياضيات انت الرياضيات حتى تتعلم شيء يحتاج تسوي اكسبيرمنت ها هاي معرفه يسموها برايوراي نوليدج برايوراي وعندك معرفه حصوليه لكن يراد لها تجربه يسموها بوستيريوراي نوليدج فذني ثلاثتين العنوان جامع اللي هو المعرفة الآن احنا من نقول علم بالهندسة منو قصدنا بالعتن ذني معناته العنوان الجامع اللي يشمل الحضوري والحصولي بقسمه لو قصدنا الحصولي لو قصدنا نوع معين من الحصولي يا من العتن طبعا الجواب الثالث العلم احنا هاي العلوم اللي هسه جاي ندرسها هاي كلها جاية من الحضارة الغربية خوش زين
احنا متلقين، احنا مستهلكين. فلازم من تقول علم لازم تشوف هو ايش يقصد بالعلم، مو انت ايش تقصد بالعلم. واضحه اساتذه هذه؟ يعني انت الان من تكتب، انت تكتب وتريد تنشر، تنشر عده لو عندك لو عنده. هسه انت كلكم على الاقل لازم تنشر بيبرين وين؟ بمجله عالميه. فمن تنشر عنده، تنشر تخاطبه وتحكي وياه بتعريف العلم عندك، لو تعريف العلم عنده تعريف العلم عندك هو اللي قال الاستاذ، حتى يكون جامع مانع لازم يشمل العلم الحصولي والعلم الحضوري والحصولي بشقي، الحصولي اللي هو اللي قبل التجربة والحصولي اللي هو بعد التجربة. هو عنده العلم القصد منه العلم الحصولي اللي يأتي بعد التجربة. زين، دليله الرياضيات. شي يصنف الرياضيات هو فن. الرياضيات فن. بالحضارة الغربية لا يصنف الرياضيات علم. والدليل انتو هسه اليوم اذا عندكم كتاب توماس، روحوا شوفوا توماس، هذا جورج توماس، شوفوا شنو شهادته، ايش مكتوب. يقولون اخذ باتشلر ان ارت، اخذ البكالوريوس في الفنون. يابا هذا البكالوريوس مالته بالرياضيات. يقولون اي مو ما تدري غير رياضيات فن، ترى الرياضيات مو علم. ليش مو علم؟ يقول لك ما طول هو علم حصولي قبل التجربه فهو يوضع في الفنون. واضحة؟ إيش وقت إيش زين؟ إحنا إيش نأخذ إحنا شهادتنا؟ B.Sc يعني Bachelor in Science. شنو Bachelor in Science؟ يعني علومك لابد من ملاحظة وتجربة حتى تنالها. اتضحت واضحة هاي الأمور؟ تمام لو لا؟ فإذن هسا كارل بوبر من يحكي على العلم يحكي على يا علم، على العلم عنده تعريفه هو. نجي هسا يقول لازم نترك شنو؟ لازم نترك كل معرفة قبلية، ندخل فريش. زين، من ندخل فريش يقول حتى نقدر ندخل فريش without any background theorem، شو يرادلنا؟ يرادلنا نبدل تعريف العلم. شو يصير؟ يصير العلم هو معرفة قائمة على التجربة هدفها التكذيب، هدفها falsification. واضح؟ زين، يعني شيء على كارل بوبر شنو؟ انت تريد تبحث دكتوراه، شنو يعني؟ شو تقول؟ تقول اجي جماعتي ربعي اختصاصي الانشاءات مثلا اداره، اكو عندهم براكتس، عندهم عرف معين، اني اسوي بحث حتى انقض هذا العرف. اي هذا تعريف كارل بوبر. خوش، واضحه هاي؟ واضح هذا التعريف؟ هذا التعريف الأول. فحتى تحافظ على الأصالة، الجديد عند كارل بوبر أنه أنت تنقض القاعدة السارية، مو تأكد القاعدة السارية، تنقض القاعدة السارية. هذا بالهندسة وين يظهر عندنا؟ يعني هذا طبعا هي نظرية كارل بوبر ما مقبولة حاليا، بس إلها آثار. آثارها بالهندسة وين تظهر عندنا؟ تظهر عندنا بالهايبوثيسيس تيستينج، اختبار الفرضية. انت باختبار الفرضية ان الهايبوثيسيس هي شنو؟ هي عرف موجود، مو؟ اي ها؟ اي من انت تريد تنقضه بالالترناتيف هايبوثيسيس، انت معناته ايش فكرت بها طريقة؟ طريقة كارل بوبر، مو؟ هو يقول تثبت رأيك أوسع من أنه تنقض الرأي المقابل. واضحة؟ هو يكتفي بنقض الرأي المقابل، هاي النظرية الأولى. واضح؟ أي ينقض طبعاً. إيه طبعاً، أي النقض. هم تدرون ليش يعني شو اسمه، يعني ليش مصرين على قضية النقض؟ يعني ليش يجي يعني هذا مثلا كارل بوبر واحد يجي يقول هل ايش فكر بهالطريقه؟ اكيد اكو ظروف بيئيه خلته يفكر بهالطريقه. هاي الظروف البيئيه مرتبطه بتاريخهم، هم يعودون الى الاغريق. يعني انتم تدرون هسه هاي الحضارات الاوروبيه هاي كلها هي تعود للحضاره الرومانيه،
سامعين بالحق الرومانية الشرقية والرومانية الغربية، إن اللي حتها الصارعة هي حرب أوكرانيا، شنو هي صراع بين الرومانية الشرقية والرومانية الغربية. ذني اثنين هن لمن يعودن؟ يعودن للحضارة الإغريقية، الحضارة الإغريقية قبل ولادة السيد المسيح، زين، انتهت بموت الإسكندر المقدوني يعني حدود القرن الثالث قبل الميلاد. ذولي كانوا فلاسفة اللي هم الثلاثة، سقراط وفلاطون تلميذه وشنو وأرسطو تلميذ أفلاطون. وطبعا واضح هي حضارة تسودها الوثنية، زين، رغم انه ذولي موحدين بس تسودها الوثنية. من سقطت هذه الدولة الإغريقية اللي عاصمتها اليونان، يعني حاضرتها اليونان، اجت الدولة الرومانية اللي حاضرتها روما. ذول الرومان بعد فد 200-300 سنة اعتنقوا المسيحية، زين، اعتنقوا المسيحية، رادوا يدعون الناس للمسيحية، يبشرون بالمسيحية، زين. صعبة تبشر واحد تقول له السيد المسيح عليه السلام كان يحيي الموتى، يقول له كان ما شفت انت تقول مو. فش قالوا خلينا شو نسوي، خلينا نعقلن المسيحي، نضع المسيحية بيش بأطر عقلية، زين، مين راح يجيبوا الأطر العقلية؟ قالوا احسن شو نجيب فلاسفة الفلسفة الإغريقية، وين نذوبها؟ ذوبها بالديانة المسيحية. فنشأ الثيولوجي اللاهوت اللي عندنا بالحضارة الإسلامية، شي يسموه علم الكلام. هذا نشأ حدود القرن الثالث الميلادي، استمر لوين؟ إلى القرن السادس عشر، سابع عشر، إلى أن إجى غاليليو غالي. زين؟ غاليليو غالي قال لهم يا أبو والله الحكي اللي يقول اللي تقولوه مال انه جسمين اذا سقط الاثقل يسقط اسرع، اللي هذا الحكي المبني على حكي ارسطو، ترى هذا غلط الحكي. قالوا له لا ما يصير، هذا الحكي صح. طبعا هذا ليش هم اصروا انه صح؟ لان يعني هو ارسطو من دخلوه بالديانه المسيحيه صار مقدس. اي واضح، فبعد ما من حقك تنقده، زين. فهم قالوا إذا مشكلتنا هاي الأفكار القبلية، هاي الأفكار القبلية خلتنا ندور على نفسنا بحدود 1500 سنة، فلذلك صارت ردة فعل. يقول لك لا تقول لي أقول بفكرك، لا تقول لي أنا باحث، خليني أشتغل شنو؟ أشتغل براحتي، تمام؟ فواضح الأجواء اللي هذه. فكار بوبر طرح هاي النظرية. هسا النظرية انتهت، يعني ما لها الجد مؤيدين، لكن لها آثار بالهندسة المدنية، لها. يعني أنت الآن من تسوي هايبوثيسس تيستينج، فأنت جاي تسوي جاي تتبع مذهب التكذيب، مو؟ أي واضح، جاي تفكر بطريقة كار بوبر. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الوجهة الثانية، تعود إلى فيلسوف علم ومؤرخ علم أمريكي، طبعا أيضا يهودي، اسمه توماس كون. هذا شي يقول العلم من ولادته إلى وفاته إلى موته يمر بخمس مراحل، زين. خلي ناخذ هسه مثال، ناخذ السؤال ميكانيكس، نطبق نظرية توماس كون على السؤال الميكانيكس. يقول مرحلة، شي عبر عنها مرحلة البري بارادايم، بري بارادايمز يعني مرحلة ما قبل المفاهيم. يعني احنا الآن إذا رجعنا قبل 1925، زين، قبل ما ترزاقي ينشر شغله، احنا ما عندنا تصور عن شي اسمه effective stress، مو؟ ما عندنا تصور عن شي اسمه الكونسوليديشن، واضح؟ فهي مرحلة شنو؟ مرحلة ما قبل نشوء المفاهيم، يسميها بري بارادايمز. اجى ترزاقي وين نقلنا الى مرحلة البارادايمز. الان من يجي واحد يكتب بعد ترزاقي، ايش راح يكتب؟ بيا لغة،
راح يكتب بلغة الـ Effective Stress والـ Consolidation. مو واضحة؟ يعني هسه أبو التربة أي مشكلة تصير عنده بيش يفكر؟ إيش قد الـ Effective Stress؟ إيش قد الـ Total Stress؟ مو؟ أي واضح؟ أي. فمعناته بجاي يفكر بيا برد بيا أفكار بيا أطر. الأطر اللي من وضحها؟ وضحها كارل ترزاقي بال 1925. بعد نشوء البارادايمز يبدي يمر العلم بأطول فترة من مراحل حياته اللي يسموها النورمال ستيج. النورمال ستيج هذا السؤال ميكانيكس بالنورمال ستيج، الستراكشر بالنورمال ستيج، مو هسه الستراكشر هم بي نورمال ستيج. اي هسه الستراكشر من تجي تحكي بيش تحكي؟ تقدر تحكي بدون ستريس؟ ها ها ما ممكن. زين هو الستريس صحيح مطلق الصحه؟ يعني هو من قال انا من اخذ مساحه كبيره واصغرها اخذ لها ليميت واوصل الى الستريس اللي هو دي اف على دي اي يطلع يونيفورم؟ من قال يصير انا اصغر المساحه وما يطلع الستريس يونيفورم؟ يصير يصير. لعد من قال يصير الا يصير يونيفورم؟ من ادور وراها الاقيها ترجع لواحد فرنسي. اي زين كاوتش اسمه. فأنا هسه معناته من جاي أفكر كمهندس إنشاءات بيش أفكر بها الطريقة، طريقة كاوتش. السترين، السترين أقسم دلتا L على L، يا L ال L قبل التشوه أو بعد التشوه؟ ها؟ ليش مو بعد التشوه؟ أرجع أدور شلقي ألاقي إنه التعريفين موجودات. إذا أقسم على ما قبل التشوه يسموه engineering strain، إذا أقسم على ما بعد التشوه يسموه true strain. منو من عتن صح؟ مبين خبر true. إيه لعدان ليش يشتغل على engineering؟ مو لا لا أقول أنا الآن من واحد يقول لي أنت استخدمت strain بمعنى engineering strain، إيش راح أجاوبه؟ أقول له هي الناس تشتغل هيك. إيه يعني إيش جاوبته؟ العرف يعني جاوبت البارادايمز هذا شكله، هاي وضعيته مو. فاني هسه بيش اعيش بمرحله النورمال ستيج مو. هاي النورمال ستيج تستمر الى ان تجي اكسبيرمنتس اي ما ترهم بعد. يعني مثلا نفحص تربه ما ترهم الا يعني ما جاي تقفل عندنا العملي ما يقفل ويا النماذج مالتنا مهما نحاول مهما نحاول ما جاي تقفل الى ان نصل الى مرحله شنو نبدا نشك بيش باصل المفاهيم اللي احنا نعتمدها. يعني نقول والله يجوز اصلا فكره الافكتيف ستريس خاطئ مو واضح. اي مثلا فكره الانجينيرنج سترين خاطئ مو وهكذا. يقول هاي المرحله شو يسميها هو كون يسميها الكرايسيس ستيج، مرحله الازمه. فمرحلة الأزمة وشنو؟ إنه يجي عندك عملي ما تقدر تفسره بأدواتك وأفكارك. فش راح أسوي كم سنة؟ ش راح أظل مصر؟ مصر إنه العملي بيه مشكلة وأدواتك صحيحة. فش أسوي؟ تعيد العمل. تعيد العمل، تعيد العملي، ويطلع كل مرة العملي وصحيح. أي واضح؟ أي. أي معناته الأدوات غلط. مثالها طبعاً مثال الواضح. يجي ببالكم مثال واضح لها؟ الفيزياء الكلاسيكية. الفيزياء الكلاسيكية جو ذول اثنين، واحد اسمه موري واحد اسمه ميتشلسون، إذا سامعين. جاء سووا تجربة، جابوا منضدة خلوا عليها مرايتين هيك ومرايتين متعامدات باتجاهين، قالوا المفروض الضوء مرة يمشي ويا الأثير مرة يعامد الأثير، فباتجاه الأثير يطلع لو أسرع لو أبطأ، وبذاك اللي عامد الأثير يطلع تقريبا سرعته ثابتة. خوش فسووا تجربة هيك زايد خير بال 1885 طلعت نفس السرعة. قالوا لا هو أكيد أكو فرق بس إحنا ما قدرنا نقيسه، خلينا نضبط التجربة. ضبطوا طلعت نفس السرعة. أجوا غيرهم قالوا لا يا أبا أنتوا أكيد عندكم غلط بالهذا. فحصوها طلعت نفس السرعة. وظلوا يعيدون التجربة من 1885 لل 1905 20 سنة تطلع نفس السرعة. خلاص اجي اينشتاين قام مشتاليته قام انت بدل ما تفكرون هيجي فكروا انه انتم عندكم مشكله بالبارادايمز، مشكله بالافكار. بدلوا الافكار
حتى شو الطابق؟ الطابق العملي. فبدل الأفكار، طبعاً بدل هذا التبديل اللي هو لحد الآن يعني أغلب الناس ما تستوعبه، إنه الزمان والمكان ما مفصولات. يعني السرعة شنو السرعة؟ السرعة كمية بسطها مكان ومقامها زمان. فأنت إذا أردت تثبتها وما تخليها تزيد وتقل، معناتها شنو؟ معناتها أي تغير يطرأ على المقام يقابله تغير يطرأ على البسط، معناتها المكان والزمان بيناتهم علاقة. واضح؟ المهم زين، فهاي مرحلة الكرايسس. يقول إن حلت نرجع لمرحلة النورمال، ما انحلت يموت العلم وينشأ علم جديد اللي يسميها مرحلة الريفوليوشن. فتوماس كون شنو يقول؟ أصالة البحث العلمي أنه أنت تأتي بشيء جديد لكن ضمن البارادايمز ما تخصصك. تضحك شنو يعني أصالة البحث العلمي؟ هسه وراء الحكي كله ها واضحة. أصالة البحث العلمي يعني أصالة البحث العلمي مثل واحد مخليه بغرفة حر بالحركة لو ما حر بالحركة عافية. واضح؟ اي زين. فانت الان من دخلت بالهندسه المدنيه، من دخلت مثلا هندسه الانشاءات، هندسه المواد، اكو ثوابت. مو انت الان اذا باطروحتك جبت شيء خلاف الثوابت راح يقولوا لك هاي نوفلت لو رسبوك. زين واضح. فاذا النوفلت الان هو هذا اللي يحكي عليها النيو، النيو نولج. شنو يصير معنى النيو نولج؟ ها انه انت تاتي زين بما بشيء يتصف بالجده والحداثه لكن بيش محكوم؟ محكوم بقواعد التخصص. زين، والسؤال هو انت حتى تراعي البارادايمز، تراعي هاي قواعد التخصص غير تكون انت تعرفها. هذا يعتمد على اساسك النظر. اذا دارس زين وقارئ زين، قارئ بالكتب مو قارئ بالمحاضرات. المحاضرات ما تعلم، مستحيل. إذا قارب الكتب الأصلية، يعني هسه كل تخصص مثلا التربة، التربة أنت لام أثمان لازم قاري قاري زين. أنا بالستركشر يمكن قاري 4 مرات زين، لازم أنت قاري من الجلد للجلد كذا مرة، ولا تقول ما تقول أنا أبو تربة ما تقول. إذا مثلا أنت أبو ستركشر، إذا أبو بوف ما قاري من الجلد للجلد لا تقول أنا أبو ستركشر. أبو إدارة إذا أنت بيرفوي ما قاري لا تقول أنا أبو إدارة. واضح؟ ليش؟ لأن ذني هن اللي أولا يطنك البارادايمز، يطنك أطر تخصصك، يعلمنك شون تكتب، من تكتب بيا لغة تكتب، ذول أهل التخصص بيا لغة يكتبون، شون يكتبون. زين واضح؟ زين أوكي. فاتضحت الأمور؟ أكو سؤال؟ زين، هنا يحكي على موضوع مهم، يحكي اللي هو احنا شرنا له بس نعلق عليه، يسميه adaptability skill. شنو يعني adaptive؟ عندنا adopt بالO وعندنا adapt بالA. adapt بالA شنو؟ ها متكيف، عافية، اللي جاي من عتها الادابتر. اي مو هذا من الشك نجي فتشيش ادابتر. ادابتر شنو يعني؟ يعني يكيف، يكيف مثلا البلاك مال حاسبه ويا البلاك، هذا يسموه ادابتر. فادابتف ادابتبلتي تكيف. يقول لازم انت تكون لك القدره على التكيف، يعني من تتعامل ويا مشرفك، من تتعامل ويا بحثك زين، لازم تكون انت اللي قدام تمتلك وحده من اهم أبعاد الإنسان. الإنسان ليش بقى؟ ليش منقرض؟ لأنه كائن يتكيف. مثلاً عدة استعداد يغير أكله، عدة استعداد مثلاً كان عايش بالحر يعيش بالبرد، عايش بالبرد يعيش بالحار، لازم يتكيف. فهنا شو يقول؟ هنا هاي طبعاً هالحكي كلش مهم، أنا شوف حتى حاط جواه خاطئ، حسه جاي يحكي علينا. يقول لا تبقى بس تولول. إيه هاش؟ إيه يعني بمرحلة البحث المشرف مو زين، الكتب ماكو، المصادر ماكو، هذا يقول هذا كله قد بي جانب من الصحة، بس انت اصلا مو انسان اعتيادي، انت طالب دكتوراه. هو الانسان الاعتيادي لازم يتكيف، فانت من باب اولى لازم تتكيف. واضح؟ هذه اكو فد سؤال؟ ها
عيني. إن شاء الله. شكرا جزيلا.